بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه الأدعية والأذكار تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري يحفظه الله. فضل الدعاء. الدعاء شأنه في الإسلام عظيم، ومكانته فيه سامية، ومنزلته منه عالية، إذ هو أجل العبادات وأعظم الطاعات وأنفع القربات. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المبنية المبينة لفضله والمنوهة بمكانته وعظم شأنه. والمنوهة بمكانته وعظم شأنه، والمراقبة فيه والحاثة عليه. وقد تنوعت دلالات هذه النصوص. شيخنا طيب، معذرة، لو احنا بفضل الله الحمد لله انتهينا من القسم الأول. اللهم لك الحمد، الحمد لله. طيب لو نرجع إذا أذنت لي اليوم ناخذ المقدمة. مقدمة، أيوة، في مقدمة شيخنا، صح؟ طيب أوكي. لو ناخذ المقدمة. جزاكم الله خير. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخيرة رب العالمين ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا القسم ممتاز. هذه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولا، وهذا هو شروعنا في القسم الثاني من فقه الأدعية والأذكار لليلتين بقينا من شهر ربيع الآخر عام 39 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، الموافق اليوم كم؟ 15 من الشهر الأول عام 18 و2000 بالتقويم الجريجوري. وهنا بدأ بالبسملة ثم الحمدلة ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو ما درج عليه أهل العلم امتثالا لبداية القرآن الكريم، وامتثالا لما كان يفعله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مراسلاته للملوك والأمراء لدعوتهم، فكان يبدأ فيه بالبسملة والحمد والثناء على البارئ عز وجل، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما في قول أما بعد، ففيها من اللطائف أنها تسمى هذا الأسلوب أسلوب الانتقال بعد براعة الاستهلال. ومن الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس أنهم يضيفون إليها لفظة ثم أما بعد، ما في علاقة ثم أما بعد، إنما أتوا بها من كيسهم ولا دليل عليها، بل إن أهل اللغة يمجون هذا، فلا يعرف في اللغة العربية لا عند البصريين ولا عند الكوفيين أنهم يسبقون أما بثم. وأذكر في إحدى الدروس مع أحد مشايخنا الشيخ محمد المختار، والطالب الذي يقرأ دكتور في الجامعة، ثم قال له ثم أما بعد، قال هذه لا تعرف في لغة العرب، ثم أما بعد لا تعرف في لغة إيش؟ لا تعرف في لغة العرب، أما الذي يعرف هو أما بعد. وهذا يسموه أسلوب الانتقال، واختلف فيه من الذي قاله ومن هو أول من قال به. قال وجاء الخلف في أما بعد من الذي كان بها بادئا، آدم وداود، أو قالوا سحبان قحطان، وداود فيه أعدله، فقالوا أول من نطق بهذا هو داود عليه السلام. قال الله عز وجل وعلمناه الحكمة وفصل الخطاب، قيل هذا هو فصل الخطاب، لفظة أما بعد هي فصل الخطاب من مقدمة براعة الاستهلال إلى الدخول فين؟ إلى الدخول في المقال. نعم، تفضل شيخ. أما بعد، هذا القسم الثاني من كتاب فقه الأدعية والأذكار، وهو خاص بالدعاء، احتوى. ويا إخواني، يعني أحب أن أقول لكم حقيقة، إن الذي ينظر فيما هو موجود الآن على الساحة لكثير من الجماعات والأحزاب
يجد أنهم يدخلون للناس من باب الدعاء، يسوقون أباطيلهم من باب الدعاء، فيخترعون فيها أدعية ما أنزل الله بها من سلطان، ويخترعون أورادا ما أنزل الله بها من سلطان. فمثلا عند التبليغيين كتاب اسمه مقاليد السماوات والأرض، هذا الكتاب يعتمدونه لما فيه من أذكار الأحوال وأذكار الصباح والمساء، وفيه من الخزعبلات ما الله به عليم، وفيها الدعاء باسم الله الواحد، يا غفور يا غفور يا غفور 1000 مرة. كما قال بعض أهل العلم، لو قلت لك يا محمد أول مرة حتقول لي نعم، يا محمد نعمين، يا محمد حتقوم تضربني، ما تجيب اللي عندك أنت، إيش يا محمد يا محمد. فما يعرف شيء اسمه أبدا الدعاء باسم الله إيش الواحد، هل الله 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 الله. طبعا وعندهم طبعا إيش الدعاء بتجزيء التوحيد، كيف هذا؟ لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله 1000 مرة، إلا الله إلا الله إلا الله إلا، هذا كفر محض. هل لا إله تعتبر أنها ذكر؟ أنت عارف إيش معنى لا إله؟ يعني فيش رب خلاص، لا نافية لمين؟ نافية للجنس. لما تقول لا إله يعني إيش معنى؟ وتجعلها إيش؟ مفردة، هذا نفي، والنفي لا يستقيم إلا بإيش؟ إلا بالإثبات، إنك تقول لا إله إلا الله. وضحت هذه؟ إنك تقول لا إله إلا الله. فلذلك يا إخواني أنا أنصح إخواني وأنصح نفسي دائما، ابدأوا بهذا السفر المبارك، فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد المدرس بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كتاب متوفر وموجود على الشبكة، موجود PDF، موجود في المكتبات. اقتنوا هذا الكتاب، اقرأوه على أهل بيتكم، اقرأوه على أهل مسجدكم، اقرأوه في خلواتكم، في جلواتكم، في اجتماعاتكم، لأن الناس يدخلون في باب البدعة من باب إيش؟ الذكر. الصوفية بيدخلون من أي باب؟ باب الذكر. هم عندهم إيش؟ إحنا بنحب الذكر. طيب كيف الذكر؟ يطبلوا ويزمروا ويرقصوا، يقول لك إحنا إيش؟ إحنا في الذكر. وعندهم ذكر اسمه هو 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 هو. قال شيخ الإسلام هذا نباح كلاب وليس ذكرا. إيش هو 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 ده؟ هذا وين جبتوه هذا الكلام؟ من أين أتيتم به؟ ولذلك أنا أقول لكم وأنا أحب الكلمة هذه، قال لي بعض مشايخنا، وقفوا الجوالات الأصمع، قال أسعد الناس أهل الدليل والأثر، أهل السنة والجماعة. أسعد الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام أهل الدليل وأثر، أهل إيش؟ السنة والجماعة. ليه أسعد الناس؟ لأنك أحيانا تكون في عبادة، وضحت هذا الكلام ولا؟ تكون في عمل وتكون في عبادة، يأتيك إنسان ويقول لك اللي أنت فيه هذا غير سنة، ماذا تقول؟ سمعنا وأطعنا، والله ما كنت تعرف، الله يجزاك عني خير الجزاء، بيض الله وجهك، والله أهديت لي. أما تلقى أصحاب البدع، وهذا استفدناه من المناظرات معهم، يلف ويدور يلف ويدور إلا أن يصوب كلامه إيش؟ الخطأ. أما تلقى صاحب السنة سبحان الله مباشرة يقول لك جزاك الله خير، بيض الله وجهك، بالله الحديث ده صح، أيوة شكرا جزاك الله خير، خلاص والله من الآن أنا أبدأ إن شاء الله أفعل به ولا عاد أرجع للموضوع ده مرة أخرى. لكن جرب مع الآخرين، تتعب تتعب تتعب، يقول لك يا أخي وش دراني أن هذا النبي قاله، وما الذي يدريني يا أخي رواه البخاري، طب وش دراني أن البخاري ما يكونش كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، يا أخي في شيء اسمه علم الرجال، علم السند، وإيش دراني أنه فعلا لقي كل هذول الناس وسمع منهم وسمع، يبدأ يدخل لك فين؟ في أمور أخرى عجيبة وغريبة ما لها أي داعي ولا لها أي فضل. تلقى صاحب السنة سبحان الله إذا أهديت له الحديث يقول لك يا أخي جزاك الله خير. نصر بن حماد في حديث عن عقبة بن عامر، عطاء عن عقبة بن عامر، أن النبي قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، فتحت له أبواب الجنة 8. قال ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. نصر بن حماد كان جالس يحدث بهذا الحديث، فخرج له شعبة فلطمه لطمة ثم دخل البيت، وهو جالس تحت بيت شعبة يحدث، فقام شعبة لطمه لطمة ودخل، فجلس نصر إيش يبكي. فلما خرج قيل له لقد أسأت إلى الرجل، قال ما باله؟ ألا يدري كيف يحدث؟
إن عطاء لم يسمع من عقبة. قال قلت أنا صاحبه، فارتحل. ارتحل لفين؟ قال ارتحلت إلى مكة ولا رغبة لي في الحج، بس أبغى ألتقي بمين؟ بعطاء لأسأله. قال أنت سمعته من عقبة؟ قال لا، حدثنا به قتادة. قال قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، حديث حجازي أصبح كوفيا، ركب وراح لمين؟ لقتادة. قال سمعت؟ قال لا، بل قال به فلان. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فذهبت لفلان، قال حدثنا به ابن لهيعة. قال دمر علي الحديث. ابن لهيعة ايش؟ ضعيف، القاضي المصري. فشوف الحديث دار من فين لفين؟ طلع من ايش؟ من مكة، راح لفين؟ راح للكوفة، راح بعدين إلى مصر، ضاع الحديث ونهايته. فكان العلماء أهل العلل أهل الحديث هؤلاء مثل الجراح الشاطر، تلف على 50 طبيب، تيجي عند واحد جرح يقول لك يا أخي موضوعك لا عندك فشل كلوي ولا شيء، الموضوع كله في شوية التهاب في الحالب، خذ هذا يروسولفين، صح يا دكتور؟ خذ هذا الجرانيولز هذا، وخذ الفوار ده، واحد تبقى كويس، انتهت القصة كلها. فالعلم الحديث له أهل علل يقومون عليه، وأهل العلل في كل مصطلح علم حديث هم قلة جدا، نوادر، ما تجدهم في كل مكان. أما اللي يبغى يحدث بالحديث كثر ما أكثرهم، يجمع من كل من هب ودب ويقمش ولا يناقش. لا، ثبت العرش ثم انقش، جزاك الله خير. فهكذا يا إخواني، فتجد أسعد الناس بالحديث وأسعد الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام هو أهل الحديث والأثر. ودونكم هذه الكتب المباركة، هذا الكتاب حقيقة الشيخ ما جاء فيه إلا حديث صحيح، ففعلا الكتاب يستحق أن يقتنى ويستحق أن ينشر وأن ينثر بين الناس وأن يتعلمه الناس، لأن المبتدع يدخلون من باب إيش؟ الأذكار لعباد الله. نعم. تفضل شيخ. طيب. أما بعد، فهذا القسم الثاني من كتاب فقه الأدعية والأذكار وهو خاص بالدعاء، احتوى على جملة من الموضوعات المفيدة والأبحاث النافعة والمسائل المهمة التي تمس الحاجة إليها لدى كل مسلم ومسلمة. ومن أبرز الموضوعات اشتمل عليها هذا القسم ما يلي: بيان فضل الدعاء وأهميته ومكانته من الدين الإسلامي الحنيف، الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الدعاء ليكون مقبولا عند الله عز وجل. لابد يا أخوان أن نحرر أهم ضابط في الموضوع، أن الدعاء عبادة. أهم ضابط في الموضوع، إذا دخلت في نقاش وحوار مع الناس فأتى بدعاء لا أصل له فتقول له أن هذا بدعة وحرام، يقول لك يا أخي كل شيء بدعة، بدعتونا في كل حاجة. تقول له الأصل في الدعاء أنه إيش؟ أنه عبادة. والدليل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الله الدعاء عبادة، هذا رقم واحد. وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة. ضعيف. الصحيح: الدعاء هو العبادة. إذن القرآن أثبت أن الدعاء عبادة، والسنة أثبتت أن الدعاء عبادة. فإذا كان الدعاء عبادة، فالعبادة الأصل فيها إيش؟ الحظر، هذا رقم واحد، والتوقيف، هذا رقم اثنين. إيش معنى الحظر؟ يعني المنع والحرمة حتى يدل الدليل على حلها، بعكس المعاملات الأصل فيها ماذا؟ الإباحة، حتى يدل الدليل على الحرمة. هو الذي خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، أحل الله البيع وحرم الربا، الأصل فيها الإباحة حتى يدل الدليل على المنع، هذا معنى الحظر. والتوقيف إذا لابد فيها من دليل ثابت عن من؟ عن رسول الله عليه الصلاة وتم التسليم. هذا أهم ضابط في مسألة إيش؟ الدعاء. بعدين يتفرع الأمور، ما في حرج، لكن أهم هذا. إذا عد من قنطرة هذا الضابط فلا بأس بعد ذلك فيه، أما إذا لم يعبر هذه القنطرة فيطرح ولا يعمل به. نعم. يا ريت نوزع الاوراق الشيخ حسن ابو حسن على الاخوه عشان يكتبوا الاسئله. لا الاخوه يوزعون الاوراق. تفضل. الشروط التي ينبغي فيها ان تتوافر في الدعاء ليكون مقبولا عند الله عز وجل: الاداب التي ينبغي ان يتحلى بها من يدعو الله عز وجل ليكمل دعاءه وليتحقق رجاؤه ولينال سؤله، فضل الادعيه الماثوره وكمالها في مبانيها ومعانيها،
وبيان اشتمالها على غاية المطالب العالية وكمال المقاصد النبيلة، خطورة الأدعية المنحرفة والأوراد المخترعة، وبيان عظم جنايتها على أهلها المستمسكين بها. أي والله، المتمسكين بها. وهذا الباب باب جناية الأدعية الباطلة المخترعة على أهلها، هذا الذي تجدون عند مثلا التيجانية والصوفية عامة. فالتيجانية عندهم صلاة اسمها صلاة إيش؟ صلاة الفاتح. قال لك هذا اللي يقراها كمن قرأ القرآن 6000 مرة. أرأيتم كيف جنت هذه الأدعية الباطلة على عبادة عظيمة، هي عبادة إيش؟ عبادة القرآن، تلاوة القرآن، العبادة العظيمة، إلى غير ذلك من بقية إيش الأدعية. بل يخرج واحد اسمه بدوي الخنجر، وده كان معانا وناظرناه ثم هرب من المجموعة بفضل الله عز وجل، اسمه خنجر، تكتبون كده إيش خنجر إيش يقول. يقول وإن شيوخهم يوزعون المطر لمن يريد ومن يدفع. المطر ده من عند مين؟ عند الله. من لا عند الصوفية، لا مش من عند الله، من عند أوليائهم، هم اللي يوزعوا المطر كيف يشاؤون. أبغي أدي أرض فلان، لا تعطي أرض فلان، وصلها لحد دارفور ما تدهاش في كردفان. اللي يدفع الدول يوزعوا له المطر. هذه جناية هذه الأذكار الباطلة والموضوع على من؟ على أهلها. وأكثر من ذلك هذا المقطع المنتشر، مقطع منتشر انتشار النار في الهشيم، كل جمعة يجيني أسأل فيه. هذا الذي بدأ ضمن الأردن يقول لك أربع بشارات عظيمة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، جاكم؟ أيوة، للأسف الشديد الحديث الأول والثاني منهما موضوعان باطلان، ثم تجده يفتي ويقول لك ويجوز العمل بالحديث إيش الضعيف. أنا أقول هذا كلام باطل، كما قال الشيخ بن عثيمين في شرحه على ثلاثة الأصول. لا، مين قال لك يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ هذا غير صحيح، وإن قال به النووي ولا غيره رحمة الله على الجميع. ليه؟ لأن في الصحيح غنية وكفاية، ولن تجد حديثا باطلا أخي الحبيب إلا وفي الصحيح ما هو أغنى وأكفى عن هذا الحديث إيش؟ عن هذا الحديث الباطل. ونحن لأجل ذلك في هذا المجلس المبارك نقرأ كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، ونحن الآن في ختام الكتاب الحمد لله، المقطع التي يستحب فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا أحذر يا إخواني من هذا المقطع الذي يقول لك فيه أربع بشارات ليش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مقطع الحديث الأول والثاني فيه باطل الموضوع، الثالث والرابع صحيحان، لكن لا نسمع له تماما حتى لا تدخل الشبهة في قلبك فتألف الموضوع وتنسى الوارد والصواب والصحيح. نعم. التحذير من الشرك في الدعاء، وبيان إنه أعظم انحراف وقع في هذا الباب. أي صحيح، نعم، شرك الدعاء ده أعظم انحراف وقع في هذا الباب. ليه؟ لأنه خرج من دعاء الله عز وجل إلى دعاء مين؟ إلى دعاء المخلوق، أن يدعو أبو رعيا وسمانيا وتيجانيا وقادريا ورفاعيا إلى غير ذلك، يشركونهم في الدعاء، بل أحيانا يصرفون الدعاء لهم تماما. إنه في بعض الأماكن يقف أمام القبر ثم يقول جئناك ونستغيث بك فاغفر لنا وسامحنا وردنا إليك، فهكذا يصرف الدعاء لمن؟ لصاحب هذا القبر. فدخلنا في باب اسمه شرك إيش؟ شرك الدعاء، عافنا الله وإياكم. نعم. بيان أنواع التوسل المشروع والممنوع. نعم، الآن حنعرف التوسل الممنوع والتوسل المشروع، وهذا أيضا من الباب الذي يدخل منه أهل البدع، يدخل من باب التوسل دخول كبيرا جدا في هذا الأمر. فتريد أنك أنت تتقن الأبواب التي يدخل فيها الشبه عند المبتدعة، يدخلون في الدعاء توسل الشفاعة الاستغاثة الاستعانة، هذه الأبواب التي يدخل فيها أهل البدع من هذه الأبواب، تتقن هذه الأبواب وتعرف شبهها والرد عليها تستريح في رد أباطيلهم إن شاء الله عز وجل. التحذير من جملة الانحرافات التي وقعت في الدعاء تسمى توسلا، وهي في الحقيقة انحراف وضلال. نعم. بيان أوقات وأحوال للمسلم تكون فيها الإجابة لدعائه أحرى من غيرها. نعم. فضل الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم، وبيان ما يترتب عليه من أجور عظيمة. عندك حديث من قال ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم
والأموات فله بكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة حي وميت حسن إلى يوم القيامة. حديث صحيح. نعم نعم. وبيان ما يترتب عليه من أجور عظيمة وخيرات عميمة. نعم. بيان أهمية تبصر المسلم فيما يدعو به والحذر من الاستعجال بالدعاء على نفسه أو غيره من المسلمين بالهلاك أو العذاب أو نحو ذلك إلى غير ذلك من الموضوعات النافعة المتعلقة بالدعاء، وقد جعلته كالقسم الأول من حيث حجمه وعدد موضوعاته وعدد موضوعاته. نعم. فهذا القسم يشتمل على 55 موضوعا متناسبة من حيث الحجم، وجعلت لكل منها عنوانا خاصا يرشد إلى مضمونه. يرشد إلى مضمونه. يرشد. يرشد إلى مضمونه، وهو في الأصل حلقات إذاعية قد قدمتها. ولا قال إيش قد قدمت؟ قدمت عبر إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية. وهذه إذاعة يعني يا إخواني سبحان الله إذاعة مفيدة جدا، هي عبارة عن يعني جامعة هذه الإذاعة، وهي أسست قبل 40 سنة، وهي عبارة عن جامعة متنقلة إذاعة القرآن الكريم، وهي من الإذاعات النادرة في العالم الإسلامي التي لم تشب بالبدع ولم تختلط بالبدع، وسأل الله أن تبقى هكذا دوما صافية اسما على مسمى تنشر القرآن وعلومه، وهي كما قلت لكم فيها من برامج الإفتاء أشهر البرامج، نور على الدرب، الذي حتى النساء في إفريقيا تفقهن على هذا البرنامج الماتع الذي كان فيه من المشايخ الأكابر الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ بن غصون والشيخ بن باز وجلة العلماء إلى يومنا هذا. نعم. تلك الإذاعة المباركة التي يقدم فيها من الجهود العميق العميمة والمساعي الحثيثة والأعمال المشكورة في سبيل نشر دين الله في أنحاء المعمورة ما لا يخفى عظم نفعه وكبر فائدته على كل مسلم. وكبر فائدته على كل مسلم. نعم. ونسأل الله أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. اللهم وأن يسددهم في أقوالهم وأعمالهم، وأن يبارك في جهودهم، وأن يوفقهم لكل خير. وأسأله سبحانه أن يتقبل مني عملي هذا وسائر أعمالي، وأن ينفع بها ويبارك فيها إنه سميع. وأن يبارك فيها إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله يجزاكم خيرا. اللهم آمين. اللهم صل على محمد.